كيفية استخدام منصة MT4. يمكنك تحديد سعر أخذ الربح من خلال منصة MT4. أولاً، قم باتخاذ أحد الصفقات على أحد العملات أو المنتجات الموجودة على ساعة السوق. على سبيل المثال، سيتم أخذ صفقة على زوج العملات اليورو مقابل الدولار. صفقة بيع. اضغط على Sell. ستظهر الصفقة عند خانة Trade. ليتم تحديد سعر أخذ الربح أو إيقاف الخسارة، قم بالضغط المزدوج على الصفقة واختيار Modify Order. لتحديد سعر أخذ الربح، قم بإدخال السعر عند خانة Take Profit. اضغط على Modify. سيتم تحديد السعر المطلوب على الصفقة. لإغلاقها، قم بالضغط على إشارة X. يمكنك تتبع الصفقات التي تم فتحها مسبقاً من خلال خانة Account History. ستظهر جميع الصفقات التي قمت بفتحها وإغلاقها مسبقاً. إيقاف الخسارة. يمكنك تحديد سعر إيقاف الخسارة بعد اتخاذ الصفقة. على سبيل المثال، سوف يتم اتخاذ صفقة اليورو مقابل الدولار من خلال الضغط على Sell. ستظهر الصفقة التي تم اختيارها في خانة Trade. لتحديد سعر إيقاف الخسارة، اضغط بشكل مزدوج على الصفقة وقم باختيار Modify Order، ثم أدخل سعر Stop Loss أو إيقاف الخسارة. اضغط على Modify. تم تحديد سعر إيقاف الخسارة على هذه الصفقة. لإغلاقها، قم بالضغط على إشارة X. يمكنك تتبع الصفقات التي تم إغلاقها مسبقاً من خلال خيار Account History. التنفيذ الطبيعي. لأخذ صفقة عبر منصة التداول MT4، أولاً، لتتبع الرسم البياني الخاص بالمنتج، قم بالضغط عليه، ثم قم بسحبه ووضعه في الفراغ المتاح على الجهة اليمنى. يمكنك أخذ صفقة عبر الوقوف على المنتج المراد والضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم قم باختيار New Order. أدخل حجم الصفقة المراد، ثم قم باتخاذ القرار بالبيع أو الشراء. ستظهر الصفقة في خانة Trade، ولكي تتمكن من إغلاقها، قم بالضغط على إشارة X. يمكنك تتبع الصفقات التي تم فتحها مسبقاً من خلال خيار Accounts History. ابدأ اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.